شيخ آدم هدي عن لبيري خير هذا وحو أها شيخ نافع شيخ خلي ما هين قف بين آدم أو نافع أو وحي لهي الدنيا ذا أوكياني كقيب قاتيبوها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وعن هالكن تعصب الله رن وقدر يا جودهان شعبك جمهورية سومال لان قارهان بعض علماء قارهان قويسكي يأهلكي يقرابضي وكبح أي شيخ نوينا الله نحرسته شيخ آذن حاج محمود حيري نحرست كنا الله كورابيو مرتلة شعليا الله كردقو بدل خير غبنا الله نغسيو قويسكي نصبر إيمان الله كسيو انت عمر كان تعصدك كوبو شيخ آدم هدي عن لبيري كيرا هذا وحو أها شيخ نافع شيخ خلي ما هين قف بين آدم أو نافع أو وحي لهي الدنيا ذا أوكياني كقيب قاتيبوها هدي حسنات هاي هدي وناك تهي هدي عود كرنمت تهي هدي وحشيك تهي هدي كردع تهي انت باش نلبوها رقا نمالبوها ديغ لبوها وحيا بضن وآثارتي سأنا ما انتوان هينا وحكم إذا حبالهن كي هورا كم إذا بياشين ولا الذين دمان بوكواسن إساقا إلهي كو إلهامي إنو ينوصم إيو إن شاء الله تعالى تانا وحليه إنا إنام بدل كي سوا إنا رق هالكي إنو قلن إن إلهي إنو سو سارو وإنو دمانتين إسو تاقنا سيدا إنو أمدن وإنو دمان إنا دمانتين هالكي إنو سوا آسي لهينا إنو أديارسان لهينا وانكو بورين إياه شيخ هذا نقدم به وحن قد عين يا إلهي هكسي يا حسنات وحي خير هاي وإفك كل شيء قيستي الله ودد شو ما أنت هكسيه ما أنت آخر الله هكسيه إله النور أقسم به هاي إله ودم بالداف إله نحرست هذا واسع عسي إله نحرست هذا واسع عسي وحي جاس ودن وحن يرجو هين نك أي ونا جيس يا وح تركي والنول هاي هذا قول إله نقاقبل وبالله توفيق السلام عليكم.